شباب، فقلنا لغاية هنا هذا هو المثال مالت الديبريشيشن اللي أخذته على ستريت لاين. الآن يجيب الشركة يقول أنا خسرت 800، صحيح هاي أول سنة مالت الديبريشيشن، بس أنا خسرت شغلة اسمها تدري شنو؟ يعني الفلوس هاي 5000 خلال السنة مطيت منها 800، بس هاي 5000 لو مخليها بالبنك ايش قد تعطيني؟ تعطيك 5000 في 0.06 لأنه الانترست ريت 0.06، فأنا خاسر 800 وخاسر شنو استثماري اللي هو 5000 دولار. بس ال 5000 دولار شلون خسرتهم؟ يعني شلون ايش اسمه ما ربحت منهم شيء، خسرت 800 ولو مخليهن 5000 بالبنك اخذت عليهن هماتين 5000 في 0.06، فأنا في الحقيقة خسران 1100 وليس خسران 800. يعني في نهاية السنة ايش قد راح اخسراني؟ راح اخسر 1100 وياي؟ نعم، فخسرت 1100 في نهاية السنة. الآن أريد مقدار الخسارة ايش قد، يعني أرجح هذا المبلغ لمدة السنة لأن هسانة حساباتي كابيتال ريكفري، حساباتي بالصفر. زين، فيقول يابي 1100 تقسيم 1 زائد ان اي تو باور ان، الان سنة واحدة، فأنت هذا ال 1100 اللي هو بعد سنة خسره كأنما الآن ايش قد قيمته؟ 1038. الآن بالسنة الثانية راح اخسر اني 800، هنا انا مو خسرت 800، وال 4200 البقى لو ذابهن بالبنك لمده سنه صار بحلي 4200 في 0.006، فانا خسران 800 وخسران 4200 في 0.006. بالحقيقه انا خسران 1052 بالسنه الثانيه. اقدر ارجحهن للان اليوم ايش قد يسوون هذن اللي بعد سنتين هنا 1052؟ ترجح بنفس هذا القانون بس الان 2 يصير 936. زين، بالسنه الثالثه يابا انا خسرت 800 بس انا اكو بقى عندي 3400، لو مستغلهن لمده السنه زين شاطوني ارباح مقدارها 0.06، فخسران انا 1004. ال 1004 بعد 3 سنوات اليوم مقدارهن 843، وكذلك تستمر العملية. فأنت مقدار خسارتك الآن بأول سنة هي 1038، ثاني سنة 936، الثالثة الرابعة الخامسة، لو تجمعهن ذن الخسائر مالتك أنت بالحقيقة الديبريشيشن اللي صار عندك أو الاندثار اليوم في هذه اللحظة هو مقدار 4253 اللي هو نفسه هذا 4253. منين جاب ال 4253؟ هنا بكل سهوله قال يابا انا راح اخسر ذني الفلوس، بس انا ال 1000 دولار الاخيره راح ارجعها للان، فمن رجعتها هي عباره عن 747، قيمتها قلت، فالفرق بيناتهم هو 4253. فهذا عمليه حساب انه انت الان خسائرك ايش قد؟ يعني مقدار ما راح تخسره بالخمس سنوات كم يساوي الان؟ كم يساوي الآن؟ اسمه Capital Recovery. الكابيتال ريكفري تنطبق على طريقة الستريت لاين وتنطبق على طريقة السم اوف ييرز، ما تنطبق على طريقة الديكلاين ميثود. ليش ما تنطبق على طريقة الديكلاين ميثود؟ لأنه الديكلاين ميثود ما بيها رقم سالفج فاليو أو بوك فاليو ثابت، كل ما جالها تقل كنسبة مئوية إذا تتذكرون. زين، بينما طريقة السالفج فاليو هم بيها شنو؟ بيها سالفج طريقة السم اوف ييرز ايضا بيها سالفج فاليو اذا ترجعون للديبريشيشن مرة ثانية. فنفس الشيء هسه هذا من هنا، هذن اول ثلاثة هو المثال اللي عندنا، 5000 دولار مدة خمس سنوات والسالفج فاليو مالته 1000، بس هالمرة بيمن حليناه بطريقة السم اوف ييرز، فطلع عندنا الديبريشيشن اول سنه 1333، 1067، 800، 533، 276. هذا الديبريشيشن لو جمعه هو عباره عن 4000 دولار، بس شنو؟ على خمس سنوات. 4000 دولار على خمس سنوات. اريد اعرف انا الان الكابيتال ريكفري ايش قد خسائر الان؟
انزين، فاجى البوك فاليو عباره عن 5000 ناقص 1333 3667 ناقص 1067 2600 ناقص 800 1800 ناقص 533 وكذلك. فشي يقول؟ يقول اول سنه ايش قد خسرت؟ ثاني خسرت ديبريشيشن 1333 هذا اللي خسرته، وايضا خسرت استثمار اللي هي 5000 دولار لمده سنه بالبنك، زين خسرتها مقدارها 5000 في 0.06، فانا بالحقيقه في نهايه السنه راح اخسر 1633، هاي في نهايه السنه الاولى، ارجعها للفتره صفر او للان، زين فاقسمها على 1 زائد اي تو باور ان تطلع 1541. بالسنه الثانيه انا خسرت 1067، بس خسرت ذن 3667 لمده سنه، فانا خسائر هي 1287، ارجحهن للان، هاي ورا سنتين رجعتهن هسه طلع لي 1145. والسنه الثالثه والسنه الرابعه والسنه الخامسه لما تجمع هذن السنجل بيمنتس او ذن الدفعات او الخسائر مالتك تلقى روحك انت خاسر 4253 اللي هو نفسه هذا الرقم 4253. فانت لما يسيلك على التوتال ريكفري يا اما تستخدم هاي الطريقه اللي هي اسرع او تستخدم هذه الطريقه، يعني بس شنو على اساس يعني انه يكون عندك الارقام هاي متواجده. هسه لو تتذكر لما قلنا التوتال ريكفري، قلنا التوتال ريكفري نحولها شنو كانما على دفعات متشابهه، مو صحيح؟ فالدفعات المتشابهه اذا تتذكرون اللي هي الاي، هذا القانون الموجود عندكم يساوي بي ربطه بالبي. هسه احنا البي ايش قد عندنا؟ البي هذا لانه المبلغ الحالي او مبلغ الخساره الحاليه هو 4253، او حتى بالاولى بالستريت لاين مقدار الخساره 4253. فاني شنو مكان ما ابو الشركه راح اقول له ترى اول سنه تخسر كذا، ثاني سنه تخسر كذا، ويساوي كذا في هذه السنه ويساوي كذا، راح اعطيه اياه شنو؟ راح اعطيه اياه ارقام متشابهه متسلسله. اقول له انه الاي يساوي البي، اي في واحد، هذا قانون عندك. البي هو 4253، الاي 0.06، 1 زائد الاي 1.06، العمر هو 5 سنوات، فانت كانما جاي تخسر مبلغ متشابه مقداره 1010 دولار بالسنه لمده 5 سنوات. لاحظ انت لو ترجع هنا، هنا خسرت 1500 وسنه، ثاني سنه 1145، 803، 500، هو لا، من اجل انه نفس السنوات ومن اجل انه حساباته تصير بسيطه، فيقول لك هي مباشره انه هي عباره عن 1020، او انه تحفظ القانون اللي هو الخاص بمن؟ بالكابيتال ريكفري، له قانون يسموه سي ار فورمولا، كابيتال ريكفري فورمولا، هم جايه منها، بس عليه من ينطبق؟ ينطبق على الارقام الاصليه اللي انت اجتك بالمساله، اللي هي يعني المبلغ الاصلي ايش قد؟ زين، والسالفج فاليو ايش قد؟ و اللي اجتك. فهذا مباشره هو قانون يشبه هذا هو بالحقيقه، بس مجرد انه شنو؟ له خصوصيه، يعني يسموه سي ار. السي ار هي نفسها الاي. فانت يا اما تطلع البي بالطريقه الاولى وتجي تطبق البي بهذه، او انه تجي مباشره تقول هو بي ناقصا اف اي 1 زائد اي تو باور ان نفسه على هذا زائدا اف اي. شوف البي اللي هو شنو؟ القيمة الحالية. القيمة الحالية مو قلنا قيمة هذا الممتلك هو 5000 دولار؟ ناقصا الاف اللي هي السالفج فاليو، فصارت 5000 ناقصا الف، وياي؟ زين، في الاي اللي هي 6%، 1 زائد الان اللي هي 5، زائد الاف في الاي، هاي اف في الاي. الاف اللي هي السالفج فاليو، هاي نفسها الاف، والاي اللي هي الانترست فاليو. فمن تجي تطبقها هنا 5000 ناقص الف في هذه زائدا تطلع لك ايضا 1010. فاذا سالتك على الكابيتال ريكفري انت مخير بين اثنين، واحده منهم تطبق للقانون لان هاي المعلومات كلها موجوده، البي اللي هي يعني قيمه الشيء او وقته في الوقت الحالي ايش قد، 5000 دولار قلنا اشترينا، والاف اللي هي سالفج فاليو مهما تكون
زين صفر ولا 100 ولا هذه، زين تطبق هذا القانون، هاي اف الاي مو تنساها، او انه ترجع لي للطريقه تطلع البي اللي هي مقدار الخساره في الوقت الحالي. خلي بالك هذا البي مو نفس هذا البي.